آخر ورقة راح تلعبها جار إيران إنه راح ترسل وفد إلى السيد الصدر بكرة أو بعده يمكن على الأكثر يعني خلال. وأنت هنا راح تخلي يعني الإطار التنسيقي كلهم بخانة العمالة للجانب الإيراني؟ لا مو قصة عمالة. الإطار التنسيقي بعد فشله في الانتخابات وبعد تعطيله للعملية السياسية في العراق وبعد تعطيله للحكومة وكل مؤسسات الدولة. الاعتماد الكلي للأسف على الجارة إيران. ليش ما تجي وتتنازل السيد الصدر مثلا، تتنازل للكتل السياسية، تكون في حقبة من الحقب في عهد أو مرحلة من المراحل أو دورة برلمانية تكون في المعارضة، يعني ما راح تخرب الدنيا يا إخوان. هذه نتائج انتخابات. تفاوض ويا إيران على مود عراقيين موجودين داخل مجلس نواب عراقي؟ هو وفد إيراني جاي ده يجي مثلا في إيراني على الخط، يعني السيد قاني موجود، السيد حسن دانايفر موجود، يعني موجود باستمرار وجاي ده يضغطون ده يستخدمون الضغط على السيد الصدر أو حلفاء الصدر من أجل قليل. قال لك أيضا مثلا أربيل علاقات مع إيران وقريبين أيضا من إيران، يعني دليل على أيام الحرب. أربيل دزت وفد إلى إيران قبل أيام وتستقبل الوفود الإيرانية وتريد تفهم الإيرانيين يا إخوان. المشكلة مو بأربيل، المشكلة داخل المكون الشيعي، البيت الشيعي. يعني أربيل مثل هذه الاجتماعات اللي صارت اليوم، اجتماعين يمكن يحلوا الموضوع، يعني موضوع رئاسة الجمهورية بعض المواضيع تنحل في أربيل، في سليمانية، في أربيل، في إقليم كردستان. الأساسة الكرد، يعني كما فعل السيد رئيس الإقليم اتجه إلى سليمانية وزار كل القيادات الحزبية وهذه الحركات. هذه العملية أو هذه الأمور ليش ما تنقل، هذه المبادرات الإيجابية ليش ما تنقل إلى داخل المكون الشيعي؟ السيد الصدر هو اللي يرفض الاتفاق والتفاهم أو تشكيل حكومة توافقية مع الإخوة في الإطار التنسيقي.